السلام عليكم وأهلا بكم متابعي قناة إعراف. صور مخادعة لن يفهم الجميع فكرتها. من منا لا يحب التحديات واختبار ذكائه وقدرته على الملاحظة؟ أعتقد أن جميعا نحب هذا الشيء، بل ويسعى بعضنا وراء التحديات. وبما أننا أيضا نحب التحديات، فقد جمعنا لكم بعض أشهر صور الخداع البصري التي سوف تتحدى عقلك وذكائك وقوة ملاحظتك. شاهدها بنفسك وحاول أن تفهمها، ثم اترك لنا في التعليقات ما تفسيرك للصور. فتاة أم شخص مدخن؟ انظر جيدا إلى هذه الصورة وقل لنا ماذا رأيت. هل رأيت صورة وجه فتاة أم وجه شخص يدخن البايب؟ وهم القضبان الخشبية. قم بالنظر إلى هذه القضبان الخشبية، وبالاعتماد على أي نهاية ستقوم أنت بالنظر إليها، فسوف يبدو لك إما أنهما بجوار بعضهما البعض أو واحدة فوق الأخرى. مكعب وكوبان متطابقان. وهم كريس ويستال. هناك كوب على المنضدة، وبجوار هذا الكوب يوجد مكعب يعلوه كوب أصغر منه في الحجم أعلاه. ومع ذلك، من خلال النظر إليهم من زاوية أخرى سوف ترى أن المكعب مرسوم وأن الأكواب متشابهة في الحجم. وهم جدار المقهى. يبدو في البداية بأن الخطوط منحنية، ولكن في الواقع هي خطوط موازية تماماً. تم اكتشاف هذا الوهم من قبل ريجر غوري على جدار مقهى موجود في بريستول، والذي تمت تسميته هذا الوهم على اسمه. وهم برج بيزا المائل. من اللمحة الأولى يبدو البرج الأيمن بأنه مائل بدرجة كبيرة أكثر من البرج الموجود على الناحية اليسرى، ومع ذلك فإن الصورتين متطابقتين، فنظامنا المرئي يمكنه أن يرى الصورتين كأجزاء من الكل، وهذا الذي يجعلنا نعتقد بأنهما مختلفتان. البقع المختفية. كل من هذه البقع الأرجوانية تختفي لمدة جزء من الثانية وتتحرك في شكل دائري، وإذا قمت بالتحديق في تقاطع المنتصف من الناحية اليمنى سوف ترى في البداية أن البقعة الخضراء تجري، وأن البقع الأرجوانية سوف تبدأ في الاختفاء. وهم الأبيض والأسود. قم بالنظر إلى هذه النقاط الأربع الموجودة في منتصف الصورة، ثم قم بالنظر سريعا إلى السقف وأومض بعينك. ماذا رأيت؟ تغير الألوان. إذا نظرت إلى النقطة البيضاء في المنتصف لمدة 30 ثانية سوف تلاحظ أن النقاط الملونة قد بدأ لونها في التغير، أو أنها قد بدأت في الاختفاء. قطعة الشوكولاتة غير المنتهية. عندما يتم تقطيع قطعة الشوكولاتة 5×5 وإعادة ترتيبها كما بالشكل أعلاه، ستفاجأ بوجود قطعة إضافية. قم بعمل هذا الأمر مع قطعة حقيقية لكي تفهم هذه الفكرة، وقم بمراقبتها عن كثب وأخبرنا بالنتيجة.